Here comes the president. في رد فعل على الهجوم الدامي الذي استهدف أحد الملاهي الليلية في مدينة أورلاندو الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما: هذا يوم محزن جدا لجميع أصدقائنا ولمواطنينا الأمريكيين من المثليين. هذا تذكير بصواب رأينا أن الهجمات التي تستهدف الأمريكيين بقطع النظر عن عرقهم وجنسهم وديانتهم وميولاتهم الجنسية هي هجمات ضدنا جميعا وضد القيم الأساسية المتمثلة في المساواة والكرامة التي تمثلنا كبلد. وأضاف أوباما القول: هذه المجزرة تذكرنا اليوم مرة أخرى كم هو سهل بالنسبة لأي شخص الحصول على سلاح بين يديه، ما يمكنه من إطلاق النار على الناس في مدرسة أو منزل أو مكان عبادة أو قاعة سينما أو ملهى ليلي، وعلينا أن نقرر إذا كان هذا هو البلد الذي نريده. Mr. President, Mr. President. Mr. President. Mr. President.